طيب ماذا عن الجدل حول تكريم ألان ديلون؟ كيف تراه؟ طبعا أحد الأشياء البارزة في مهرجان كان هو مهرجان كان يعيش من الجدل. معروف عن تيري فريمو مدير التنفيذي لمهرجان كان ينزعج عندما تكون هناك دورة خالية من الجدل، فيتم استحداث ربما مواضيع لإثارة الصحافة العالمية لجذب الانتباه إلى المهرجان كان، سواء من خلال ربما تحدثوا السنة الماضية عن قنبلة كما تتذكرون جميعا. هذه المرة هو يستثمر في هذا الجدل، هو رفض أن يسحب الإسعافة الذهبية، وقال أنه هو حر كفنان كمخرج في التصريحات. هم أصلا يدركون تلك التصريحات قبل الاختيار، وطبعا هو ليس فنان من مهم، مساره في السينما الأوروبية مهم، لم يشارك ولا مرة في هوليود، ولكنه ليس من الممثلين الذين يحققون الإجماع في فرنسا خارج إطار الجدل، ولكن هذا الجدل يخدم مهرجان كان ويسلط عليه الضوء، ونتوقع مزيد من الجدل والمفاجآت في الأيام القادمة أيضاً.